هنا فانوس رمضان ومبخرة، ودي بقى نحط فيها البلح. وبجد كل سنة وانتم طيبين يا شريف. والله العظيم انا عايز اقول لك حاجة، دي الهدية اللي جات لي في اول يوم رمضان بجد اللي هو هيناسب بكرة، وما تصورش قد بجد دي غالية على قلبي بجد يعني. ميرسي، ويقعد عليك الايام بخير يا رب يخليك، ويقعد عليكم الايام كلها بخير وبسعادة. ميرسي يا شريف، وانت طيب.